عسلامة رابعة سيف. عسلامة فيصول، إن شاء الله تعجوا سهرية حلوة معنا كما كل نهار خميس. جمعة هذه عندي خبر مزيان فرحني على الآخر. نحب نشكر مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير على خاطر وجه لي دعوة من 1-3 فيفري وباش ناخذ فيها تكريم. رابعة سيف دونك باش تتكرم. باش نتكرم في مهرجان بانوراما في الدورة السابعة نتاعو. دونك مدير المهرجان اسمه كمال عويج. نهدي له تحية. تحية ليه؟ نتبعوا هالحدث نحن الكبير هذايا، نتبعوا هالحدث الكبير هذايا فهمتني، وإن شاء الله نكونوا معناها عيون ثاقبة لهالتكريم هذايا، خاطر واحدة من الفتيات المنورين البرنامج. إيش قولك في التكريم والانفيتاسيون؟ علاش ما يكرموكش أنت؟ أنا الحقيقة وصلتني دعوة من مهرجان الفيلم الطويل في الجونة. فايسل ومسلمين. ايوه هي فيلم سا سي بيان. معناتها الجونه بتاع مصر سور. بتاع مصر اي. باش يكرموني توا شنو شارك؟ تو نجيب لكم التكريم. اسمع نبدا بالكلاش. نبدا بالكلاش. يظهر لي فيك وليد سفيان بن حميده، الجونه راهو تعدى صاي. لا في الدوره الجايه. برافو شنو؟ ما عنده. نبدا بالكلاش بشد حلقه سخونه. لا لا واحد عنده بطوله في الفيلم الوثائقي لي زيغار دو لا ناتور. سامحني انا ندافع على الكرونيكوريت نتاعي، اما رياض ما فهمكش. كيفاه؟ رياض ما فهمكش. هو اصلا ما سمعنيش مش ما فهمش. الفيلم الوثائقي نتاعها عرفت شو اسمه؟ لا والله ما سمعت. ليه قلت بارودي عنده بطولة في فيلم اسمه لي زيغور دو لا ناتور، هذاك علاش هو عايش في غلطات الطبيعية. طبيعة هذايا. لا هو والله انا التكريمات هذه كثرت، والحاجة الباهية الفنان في تونس الشهادة تقدير هك والقدر يجيبه رب. مش كاين تفه ومية على القضية. رياض لا مش عليك انت، انا والله العظيم نحب نكرمك. انا مش هو المهرجان، انا بيدي نحب نكرمك. ربعوا له ما داعي. سي بيان.